الفيديو ده لمدربين الأولمبياد المصري للمعلوماتية. إحنا عندنا 9 مواضيع عايزين نشرحهم: السكاننج والبرنتنج، الإيف، اللوبس، الأريز، الفانكشنز، السترينج، السورتينج، الريكيرجن، والست والفكتور. كل درس أو كل موضوع من دول هتبدأ تقسمه لثلاث مقاطع أو 3 أجزاء. أول جزء من أي درس هو مثال بسيط جدا جدا عن الدرس ده. بعد ما تقول المثال البسيط ده بتبدأ تديلهم 10 أسئلة، 10 exercises. كل exercise بتديهم بتسيبهم 10 دقايق يحاولوا يفكروا فيه، 10 دقايق على الأقل، ممكن تسيبهم أكتر. حتى لو مفيش أي حد عارف يحله، حاول تتكلم معاهم، تفكر معاهم. المهم إن 10 دقايق كلها الطلبة يقضوها في التفكير من غير ما يعرفوا الحل. الموضوع ده بيخلي الحل لما تيجي تقوله يكون سهل جدا عليهم وما بينسوش. لو اديت لهم أقل من 10 دقايق بينسوا بسرعة جدا الحل اللي انت قلته. فانت تدي لهم 10 دقايق يفكروا فيه، لو مفيش اي حد عنده افكار تبدأ انت تفكر معاهم، طب هعمل ايه، طب ازاي اطبق الكلام ده على المثال اللي انا قلته لكم في الاول، لحد ما ال 10 دقايق تعدي وبعدين تبدأ تقول الحل. بعد ما تقول الحل هتعمل له تريسنج، وبعد ما تعمل تريسنج تخليهم يكتبوه وبعدين تديهم الاكسرسايز اللي بعديه. بيبقى تقريبا 10 اكسرسايزز لكل درس، وكل اكسرسايز لازم تسيبهم يعملوه في 10 دقايق على الأقل قبل ما تبدأ تشرح. بعد ما تخلص الموضوع ده هتبدأ تعمل الجزء الثالث بتاعنا اللي هو التريسنج. التريسنج هتكتب أكواد، 10 أكواد مالهمش علاقة بالعشر اكسرسايزز اللي أنت اديتهم للطلبة، وتسألهم سؤال سؤال على التريسنج ده، الكود ده بيعمل إيه. طيب أهم حاجة في التريسنج والاكسرسايزز إن أنت بتدي لهم حاجات غير اللي أنت شرحتها في الأول. الايف مثلا فيها حاجات كتير، انا مش هينفع اقول له احنا ممكن اعمل اكبر منه واصغر منه، ممكن اعمل اكبر منه ايكوال، وممكن اعمل اكبر من حاجه، اند اكبر من حاجه. لو قعدت اشرح نظري كتير قوي 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 الطلبه مش هتفهم، او هتفهم وتحس بملل، او هتفهم وتحس بملل وبعد كده مش هتفتكر. فكل ده احنا مش عايزينه، احنا عايزين الطلبه تستمتع وهي بتدرس، وعايزينها تفتكر كل كلمه بتاخدها. فاحنا كل حاجة عايزين نشرحها هنحطها يا اما في التريسنج يا اما في الاكسرسايز. مثلا لو قلت له اعمل بروجرام هيقعد يفكر ويكتب كود كبير كبير كبير. لو هو عرف مثلا موضوع الاند اند هيلاقي الكود بقى اسهل شوية. هو مش لازم يعمله بالاند اند، بس انت ممكن تشرحه مرة بالاند اند ومرة من غير الاند اند، يبقى هو فهم الاند بس فهمه بمثال هو فكر فيه، حس ان هو فعلا محتاج حاجه شبه الان عشان يحل السؤال بشكل اسهل. فانت دايما لما تشرح حاجه تشرح حاجه هو محتاجها، مش تشرحها له نظري وبعدين تدي له امثله يلاقي نفسه مش عارف يطبق. طيب هو في الحالتين مش هيعرف يطبق، بس مره مش هيعرف يطبق وهو مستمتع ولما تقول له حاجه هيحس بقيمتها، والمره الثانيه هو فاهم كل حاجه بس مش عارف يكتبها ومش حاسس باستمتاع قوي. لما تيجي تحضر درس زي الفور لوب مثلا هتفتح اللينك اللي موجود على الشاشه ده، وتفتح الملفات المرفقة مع اللوبس. قدام اللوبس هتلاقي 3 أنواع من المسائل: مسائل براكتس، مسائل الطلبة بيحلوها بإيديهم، ومسائل تريس فيها أكواد مكتوبة والطلبة تقول الكود ده بيعمل إيه، ومسائل كوريكت فيها كود مكتوب بس فيه غلطة والطلبة المفروض يطلعوا غلطة. اختار من كل المسائل دي المسائل المناسبة ليك عشان تحطها في الاكسرسايزز وعشان تحطها في التريسنج، او زود عليها او خد منها افكار، اعمل اللي انت عايزه. المسائل دي بس ايه، مجرد وسائل مساعده، مش لازم تستخدمها. بعد كده الهوم ورك هتلاقي على نفس اللينك ده تحت عنوان اسمه هوم ورك، وجنبيه موقع احمد علي اونلاين جادج. هتلاقي فيه مسائل معموله بترتيب المنهج، اول 20 مساله منهم لو الطالب حلهم كده انت تضمن ان الطالب ده فعلا فاهم كويس. اول 20 معناهم ان الطالب فاهم كويس الماده العلميه، بعد كده معناه ان هو متفوق، ده لو عرف يعمل اوبتمايزيشن بقى للكود وكده. عايز افكر المدربين ان مهمتك الاساسيه اكبر بكتير من الماده العلميه. الماده العلميه الطالب ممكن يجيبها من على اليوتيوب، ممكن يجيبها من كتاب، ممكن يجيبها من واحد صاحبه. مهمتك كمدرب هو الموتيفيشن. انا شخصيا المسابقات دي فرقت معايا كتير جدا في حياتي. حياتي قبل المسابقات كانت حاجه وبعد المسابقات حاجه تانيه خالص. كل واحد نجح في المسابقات دي ليه قصه. حاول تجيب الأسئلة بتاعت كل الناس اللي نجحت وتقولها للطلبة كل مرة، تقول لهم مثال. أنت شخصياً لو المسابقات دي فرقت معاك قول للطلبة. حاول دايماً يكون في موتيفيشن كل مرة، مع كل درس لازم يكون في موتيفيشن جديد. ربنا يوفقكم إن شاء الله.